تكامل وتوافق بيجمع مصر مع السودان الشقيقة في كافة القضايا والملفات، وطبعا التعاون المشترك يظهر بشكل كبير لتحقيق مصالح تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. نتابع التقرير عن العلاقات الاقتصادية ما بين مصر وما بين السودان، وحجم التبادل التجاري أيضا إلى أين وصل ما بين البلدين. تكامل وتوافق يجمعان مصر بالسودان الشقيق الأكبر لها في القارة الإفريقية، فضلا عن التعاون المشترك والذي يهدف لتحقيق مصالح تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. فتاريخ طويل يروي تطور العلاقات الاقتصادية المعاصرة بين القطرين الشقيقين مصر والسودان، لعل أبرز معالمه تمثلت في تعيين وزير مختص في كل من البلدين تتبعه أمانة عامة تساعده في متابعة أعمال اللجان، وذلك منذ قرابة 40 عام. تبعه بعد ذلك بذل الجهود لتوفير الإمكانات الفنية والمالية لتنفيذ برامج وخطط التكامل المشترك من خلال التنسيق بين الأجهزة التشريعية في البلدين، والتي كللت بالاجتماع التاريخي لمجلسي الشعب للبلدين بالقاهرة في أكتوبر عام 1977، ليتبعه عقد اتفاقيات ثنائية تكفل حرية الحركة والانتقال لمواطني وادي النيل. وعلى مدار سنوات عدة حرص البلدان على استغلال الموارد الطبيعية الاقتصادية والمالية والبشرية غير المستغلة بينهما، وتكثيف استخدام تلك الموارد ليس فقط لتحقيق أمن غذائي للشعبين الشقيقين، بل أيضا لإعطاء الفاعلية الكاملة لتلك الموارد ودفع عجلة التنمية الاقتصادية لزيادة الدخل القومي والرفاهية الاقتصادية لمواطني الشعبين. وتعد التجارة العنصر الأساسي للتكامل الاقتصادي بين القاهرة والخرطوم، لا سيما بعد إنشاء منطقة للتجارة الحرة والاتحاد الجمركي وسوق مشتركة ثم الوحدة الاقتصادية. وتؤكد المؤشرات قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 862 مليون دولار، فيما تصل الاستثمارات المصرية بالسودان لنحو 10 مليارات دولار من خلال 229 شركة مصرية بالدولة الشقيقة. وتبلغ قيمة الصادرات المصرية للسودان 468 مليون دولار سنويا، وتبلغ قيمة الصادرات المصرية للسودان 468 مليون دولار سنويا، في دلالة على أهمية الترابط الاقتصادي بين البلدين. خطوات جادة تخطوها مصر نحو إصلاح اقتصادي حقيقي سينعكس على القارة الإفريقية بأثرها، وعلى رأسها دولة السودان الشقيق.